كل منهما وسيط عهد بين الله وشعبه. فموسى على الجبل في حوريب تثنية أصحاح 9 آية 11 كان وسيط العهد بين الله وبين شعبه، لكن يكتب كاتب الرسالة إلى العبرين عن شخص الرب يسوع إنه وسيط العهد الجديد. نقرأ في متى 26 آية 26 يمسك الرب يسوع الكأس ويقول هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. كل واحد وسيط. الظهور بعد الموت، موسى بعد ما مات على جبل التجلي ظهر مع الرب يسوع، الرب يسوع بعد الصليب ظهر للتلاميذ. في أي شخص ظهر بعد الموت؟ أدي علشان لما نيجي لحاجات تانية. كل منهما سواء موسى أو المسيح من شعب إسرائيل، من شعب إسرائيل. امسك التسلسل بتاع موسى، موسى ابن عمرام ابن قهات ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. امسك تسلسل المسيح سواء نقراه في متى أو لوقا، يوصلنا إلى يهوذا إلى يعقوب إلى إسحاق إلى إبراهيم. يعني نبيا مثلي. كل منهما وضع في مكان غريب بعد ولادته. موسى بعد ولادته خدوه حطوه فين؟ في صف. والمسيح بعد ولادته اتحط في المزود. أمر عجيب جدا، عجيب جدا. كل منهما نجا من مؤامرة الملك اللي عايز يقتله. موسى اتولد الملك فرعون عايز يقتله، المسيح اتولد الملك هيرودس عايز يقتله. أمر عجيب. والدة كل منهما من نسل يعقوب، والدة موسى ووالدة المسيح مريم القديسة العذراء. كل منهما ولد وشعبه يرزح تحت العبودية. لما موسى اتولد بني إسرائيل كانوا في العبودية في مصر، لما الرب يسوع اتولد كان شعبه في العبودية تحت نير الاستعمار الروماني. كل منهما على أعلى مستوى من الحكمة والعلم. صح؟ لازم علشان يبان للمشاهد أعلى مستوى من الحكمة والعلم. موسى كتب عنه تهذب بكل حكمة المصريين. إزاي أقول نبي تاني زيه؟ كان مقتدرا بالأقوال والأفعال والأفعال. تمام؟ ده مش يوسيفوس اللي قال عنه إن أمه جابت له أشهر المعلمين في الوقت ده عشان يعلموه الفلك والفيزياء والجيولوجيا إلى آخره، والطب والأفعال. مش كده؟ جابت له أمه أعظم المعلمين. والرب يسوع كتب عنه مذخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة.